في مباراة اليوم. هذا هو الحكم محمد عبد الله. لربما هناك مفارقات في مباراة اليوم، أن الحكم محمد عبد الله هو نفسه من أدار المباراة الافتتاحية. أهداف ومحسن الجمعان 5 أهداف ووصلوا إلى أولمبياد لوس أنجلوس. وفي أولمبياد الآن هجوم، نتذكر الملاحم والأخضر قدها وقدون مقابل هدف، الهدف الوحيد للأخضر السعودي سجل الراحل الكبير محمد الخليوي. هنا هجوم وركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء للأخضر. نتذكر أولمبياد أتلانتا وأولمبياد لوس أنجلوس، والآن هنا الصيعري يقول تذكر وحنعيد الذكريات، حنعيد الذكريات. الصعود في كأس آسيا تحت 23 سنة في الطريق إلى ريو، الطريق إلى ريو مسدود، مسدود. ليه محمد قاسم؟ الكرة لازالت للمنتخب التايلاندي، مهارة ومرور وخطيرة، خطيرة، عدت، الحمد لله عدت. عندما يتحول المنتخب التايلاندي للهجوم، كرة ملعوبة على طول عند تيتفان، تيتفان، مرور من تيتفان، تسديدة، في التصفيات المزدوجة، التصفيات المنتخب الأول الكبيرة، الجيل الجديد، الآن، الله يا أحمد الرحيل، لمولد، انطلاقة للأخضر، بصاص، غيرها على الجانب الأيمن، علي الزبيدي، الزبيدي بيعلي، مين يضرب بالراس؟ ضربها المدافع لعلي الزبيدي، يرسلها مباشرة لكنو، كنو يتقدم، كنو بيمر، كنو بيحضر، يولد جول، جول، يا مولد، يا مولد، هذه كراتك وهذه أهدافك، كنو حطها وكنو الحارس في الموعد المناسب، الحارس. التمرير الاخضر من ركله جزاء ومحاوله فادي المولد، تايلاند عنده محاولتين خطيره وهذا الفتره، هذا الفتره خطيره، جول، جول، عدد سليمه. نادي الاتحاد على طول محاوله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سليمه في النهايه، مقطوعه هجوم مرتد، محمد قاسم الصليهم، عبد المجيد، عبد المجيد بيدخل وبيمر وممكن يعدي ويسجل، عدى، هجوم مرتد لتايلاند، حصول على الكرة، مهارة عالية، مرور من أمام الزبيدي وانطلاقة تايلاندية تبدو خطيرة، تعلت، برافو محمد قاسم، برافو محمد قاسم، حتى أنا متعبني معاهم، الآن صليهم في الجهة اليمنى، عبد المجيد صليهم يحاول يمرر كرة حلوة، مين يتابع؟ مين يتابع؟ في الجانب الأيمن هنا تريستون، خطيرة، خلص، خلص، يا المنتخب التايلندي قادر على إزعاج المنتخب السعودي، وكان أقرب وهو الأقرب الآن، الحمد لله، الحمد لله. علي الزبيدي ما حضر الإعلام، يحضر الجمهور على الأقل. الآن هنا محاولة قائمة للمنتخب السعودي، بيض الوجه، بيض الوجه، يستعد للمشاركة، كرة على طول، محاولة قائمة وفرصة، تعود الكرة من جديد للمنتخب السعودي، حلوة حلوة. أفغانستان وليبال فائزة على إيران بهدفين، الآن شون، يا عالم يا ناس، يمكن أن يذكر فيشكر، كرة على طول، الآن محاولة سعودية، فرصة، واحد يطلع، واحد يطلع، جرب يا مولد، النجراني للمولد في الجانب الأيمن، فرصة، يلا يا فهد،
بتمر بتمر وبتعلي جول جول. الله محمد الصيعري بيسجل الهدف الاول للمنتخب السعودي. هدف الى اليوم، هدف الى اليوم، هدف الى اليوم، اول في الطريق الى ريو. فعلها الصيعري، فعلها الاخضر السعودي. الله الله يا اخضر، خطط الهجمه مرسومه رسمه، تصنع هدف. يطيح يطيح وتشيلها المولد، يلعبها هذا الثاني. يلا يا غابدي، يلا يا غابدي، يلا يا غابدي، جول جول. الراية رفعت، شوف لما طاح، شوف لما سقط وحولها المولد. كان الغامدي يقدر يروح، كان يقدر يروح، كان يقدر. تسلل تسلل بدون ما تلمس الكرة، لكن يلا معوضة إن شاء الله، معوضة. أوه 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 أوه. خسارة يا خسارة للأمانة. يلا هي ببلد، تحرك يا أخضر، ليس بعد، بالإمكان بالإمكان. هيا الجول الثاني الآن، كرة سعودية بالرأس. أنقذها الدبسي. انتهت 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 المباراة، ولم نكن نتمنى أن تنتهي بهذه الصورة.